معانا على زوم الفنانة مريهان حسني. صباح الخير عليك يا مريهان. صباح النور، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. طيب خلينا نبتدي معاكي كده من أول رحلتك مع الفن. إزاي ابتديتي وإزاي كنتي بتتعلمي؟ اتعلمتي إيه في البداية وإنتي صغيرة علشان تعرفي بقى توصلي للمستوى الاحترافي ده؟ أنا الفنون اليدوية بشكل عام موجودة في عيلتي من أجيال، ولما كان عندي 6 سنين ماما كانت حابة إنها تبدأ تجرب تعلمني حاجة، بس كانت خايفة تديني إبرة إن أنا أعور نفسي أو أضيعها أو كده، فكان بالنسبة لها القنبة هو الحل المثالي عشان الإبرة بتاعتها مش بتعور، فحتى نعم لو ضاعت أو عورت يعني شكيت نفسي بيها أو كده يعني مش بتعور. فبدأت الأول أتعلم القنبة، وبعدين لما كبرت شوية في المدرسة وننتي بدأوا يعلموني التطريز في إعدادي، بدأت ماما ضحكت عليا عشان اتعلم الكروشيه، اللي هو تعالي بس اقعدي جنبي، اصلا انا مش عارفه اشغل الكمبيوتر، وهي عارفه اصلا، بس لا بس تعالي اقعدي جنبي. جابوا رجلك زي ما بيقولوا كده يا مريهان يعني، لكن ايه بالظبط اللي ماما لفت ضحكت عليا. ايه اللي لفت نظرهم؟ اكيد يعني هم حسوا ان في موهبة عندك وعلشان كده بدأوا اللي هم يشتغلوا عليها او ينموها يعني. ما فيش، هو انا كنت هاديه وبحب اقعد وبحب اعمل اي حاجه جديده، اقطف ملوخيه، العب بطباق، اطلع الحلل والحاجات دي واقعد العب بيهم، انا عايزه افضل قاعده العب بايدي. انت بتحبي العمل اليدوي ايا كان بقى، عمل في البيت، عمل رسم، استخدام بقى تطريز، كل الحاجات دي انت بتحبي اي حاجه تعمليها بايدك. ايوه بالظبط كده. طيب بعد ما اكتشفوا ان انت بتحبي تعملي حاجه في ايدك، هم بقى اللي وجهوكي لفكره النول والخرز، ولا انت اللي جودتي بقى وابتديتي تشتغلي على نفسك عشان تشوفي حاجه ما تكونش منتشره قوي؟ لا هو نول الخرز بدأ في الكلية، كان مادة عندنا بس كنا بنشتغل أشغال يعني فن استني إسلامي، بس أشغال عليا، كلية هندسية، ايه؟ حاجات بسيطة، كلية ايه؟ تربية نوعية فنية. تمام. البورتريه بقى تحديدا ده إجا بالصدفة، أنا في مغني كوري بحبه كنت حابة إن أنا أرسمه، بس أنا مش بحب أرسم بالقلم، فقعدت أنا وصاحبتي كده نتكلم، لا طب أجرب أرسم بالكروشيه مش أحسن حاجة، وبعدين مملة مش عارفة، فضلنا كده نتكلم لحد ما اجت فكره الخرز، وبعدين انا حسيت ان يا الموضوع صعب قوي، مشروع الكليه كان متعب وصعب، فلا لا انا مش هعمل كده. بعدين فضلت الفكره تتاجل، بس هي لسه في دماغي يعني، هي ما راحتش، انا حابه ده بس مستصعباه، لحد ما اجيت هو بقى هيعمل اول البوم ليه كشخص منفرد، وهيبقى بقى يعني جزء كبير في مسيرته، فانا حبيت ان انا ادعمه بالطريقه العبيطه دي، هو انا مش عارفه هو هيشوفها ولا لا، بس انا حابه ان انا اعمل كده. هي طريقة فقعدت مختلفة وطريقة جميلة وطريقة مليانة شغل، يعني الخرز متعب ودقيق جدا في شغله، فلا أكيد بتاخد منك وقت ومجهود أكيد اللوحة واختيار الأولانية دي الألوان أخذت 21 يوم شغل، ما كنتش بعمل حاجة تانية قولي تاني مدة قد إيه؟ تقريبا 21 يوم. ده البورتريه الواحد. البورتريه الأولاني لأنه كان أكبر بورتريه، بعد كده اتعلمت إن أنا أصغر البورتريهات عشان أخلصها في وقت يعني أكتر. بعد كده بقيت احترافية أكتر فبياخد وقت أقل، ولا بياخد تقريبا يعني متوسط كام يوم البورتريه منك؟ حسب مقاسه يعني، في مقاسات صغيرة، العيون دي ممكن تخلص في يومين، ممكن تخلص في يوم واحد لو انا يعني طاقتي قادرة ان انا اقعد اشتغلها في يوم واحد. يعني البورتريهات الصغيرة ممكن يعني بتاع نول مثلا، انا كنت مطبقة وقاعدة فاضية فخلصته ما في شاء الله. 20 ساعة على يومين، يوم 15 ويوم 5. يعني انت فنانة يا مريهان حقيقي وتستاهلي كل الدعم وكل التقدير. بنشكرك الفنانة مريهان ميرسي حسني على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. ميرسي.